أيها الكرام، لو خير إنسان أن يكون مكروه وعنده فلوس، أو يكون عنده أو يكون ما عنده فلوس بس أن يكون محبوبا، لاختار، ها شو رأيكم؟ إحنا ودنا كلها الثنتين، الله يرزقنا يا رب، لكن الناس في غالبهم يختارون الثانية، أن لا يكون ما عنده فلوس ولكن أن يكون محبوبا، لأن بالعلاقات يمكن أن تعوض، نعم تعوض احتياجك، لكن بالمال لا تستطيع أن تشتري علاقات حقيقية. أحد أبناء الأثرياء جدا 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 التقيت بهم، وكانت معاناة، أنا ما عنده أصدقاء، ما عنده أصدقاء. طيب قلت له شلون ما عندي أصدقاء؟ طيب ذلي في المجلس ذولا، قال نصابين هذول. إيه والله يا جماعة، قال ذولا نصابين، قال لي كذا، قال لي حتى الجيد منهم إذا ابتسم ما أصدقه، ما أدري، يقول أنا أعيش في حفلة تنكرية، لا أدري أين الحقيقة. إذن هو بماله لم يستطع أبدا 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 أن يكون علاقات حقيقية. ومن قال الأولى والله أهم شيء عطني فلوس وما أبغى علاقات، فقد خالف الفطرة. لماذا؟ لأن آدم أبونا لما خلقه الله سبحانه وتعالى وعاش في الجنة، عاش وحيدا ابتداء، ولاحظ مو معه فلوس، هذا في الجنة أي شيء يبغاه، أي شيء يبغاه. يقول ابن عباس وابن مسعود: فاستوحش أبونا آدم وهو في الجنة، والعوام تقول جنة ما فيها ناس ما تنداس، يقولون فاستوحش آدم، فلما استوحش نام، فلما نام خلق الله له من ضلعه حواء لتؤنسه. ما يستطيع الإنسان يعيش بدون وجود علاقات ممتازة تضمن له أن يعيش سعيدا مرتاحا مطمئنا منسجما مع نفسه ومع الآخرين. كانت هذه المقدمة لزاما لدورة عن نتحدث فيها عن العلاقات، هذه المقدمة لعلها أن ترجح بكفة الأخلاق ثم الأخلاق ثم الأخلاق في تعاملنا مع الآخرين. أركان العلاقة يا كرام، ثمة أربعة أركان. المسألة ليست بسامحوني على العبارة، ليست بهذه السذاجة، بمعنى والله ابتسم في وجهك خلاص أنا أكسب قلبك، لا لا، المسألة أعمق بكثير من ذلك. لذلك من الجيد أن نفهم مما تتكون العلاقات، ما أنواع العلاقات، ما أركان العلاقات، هل العلاقات لها طرائق إنشاء؟ نعم لها طرائق إنشاء. هل العلاقات ممكن تمرض؟ نعم ممكن تمرض. هل العلاقات ممكن تموت؟ نعم ممكن تموت. هل في من العلاقات علاقات مريضة؟ نعم مريضة. هل في من العلاقات علاقات ممرضة؟ الجواب نعم ممرضة. هل من العلاقات علاقات ميتة؟ نعم هناك علاقات ميتة. هل من العلاقات هناك علاقات مميتة؟ نعم هناك علاقات مميتة. كما أن بداية العلاقات لها قوانين، أيضا نهاية العلاقات لها قوانين. ليست المسألة أني خلاص أتهاوش أنا وياه فإذا خاصم فجر، لا لا لا، إذا كان بداية العلاقات يحتاج إلى اتفاق فنهايتها تحتاج إلى أخلاق. كيف أنت تنهي علاقة تجعله يندم أن خسر واحد زيك؟ لا تقول، لا تخليه يقول الحمد لله حصات وزلت عن درب حياتي، لا، اجعله يندم، اجعله يتحسر عندما يسمع باسمك، اجعله يفز قلبه عندما يرى من يشبهك. هذه العلاقة التي يجب أن ننهيها بهذه الطريقة، سنتحدث بإذن الله تعالى، نسأل الله عز وجل يبارك في الوقت. أركان العلاقة أربعة يا كرام. أولا علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى تكمن في أن كل ما كان بينك وبين الله خبيئة في السر، عمل خير في السر، فتح الله قلوب الناس لك في العلن. لذلك نجاح النهار مقرون بنجاح الليل، نجاح النهار مقرون بنجاح الليل. ومن تأمل في أول سور القرآن نزولا ستكون آية، سورة ماذا كانت القراءة؟ ثم كانت المزمل أو المدثر؟ المدثر كانت، المدثر كانت تأمر النبي، يأمر الله سبحانه وتعالى النبي فيها بسلوك ظاهري في النهار مع الناس: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، سلوكيات ظاهرة، وثيابك
فطهر. ثم نزلت بعد ذلك سورة المزمل وهي سورة ليلية، وهذه سورة إن صح التعبير قلنا نهارية. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليل، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليش يا ربي؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، شيء ثقيل يعني. وبالتالي نجاحك في الليل يفتح قلوب الناس لك في النهار. جاءوا لذلك الداعية وقالوا له لما إذا تكلمت تأثر الناس، ليش أنت إذا تكلمت تأثر الناس؟ فقال لأني أدعوهم في النهار وأدعو لهم في الليل، علاقة طردية المستمرة. قالوا لآخر لماذا يتأثر الناس إذا تكلمت وكل الناس يتحدثون كما تتحدث، أنت تعظهم وهم يعظون لكنهم يتأثرون إذا تحدثت أنت. قال لأنني إذا وقفت أمامهم قلت يا عبد ربك ربك ربك، وإذا كنت لوحدي قلت يا رب عبدك عبدك عبدك. هذه العلاقة الطردية تجعل لك قبولا عند الناس بدون درهم ولا دينار. بعض الناس يا أخي أحبه والله ما قد نفعك، ما نفعني بشيء، لكن مباشرة أحسس براحة لما رأيته. وقد ذكرت قبل قليل آية الله سبحانه وتعالى التي يقول فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي قبولا في قلوب الناس. هذه العلاقة الأولى، كلما زادت علاقتك مع الله حسنا فتح الله قلوب الناس لك. واحد. اثنين، العلاقة مع النفس، هذا الركن الثاني. إيش دخل العلاقة مع النفس بتكوين العلاقة مع الناس؟ يا كرام، إنما أنفسنا بضاعة وإنما نحن مسوقون لها في سوق التقبل الاجتماعي. فمن يعتقد أن بضاعته مزجاة وسيئة فلن يسوقها بشكل جيد، فلن يحصل على تقبل اجتماعي. إنسان لا يتقبل ذاته ويرى أن وزنه الزائد أو طوله القصير أو مثلا صلعته أو كرشته تحول دونه ودون الانسجام مع الآخرين أو التواصل مع الآخرين، فإنه لن يتقبل ذاته، ومن لم يتقبل ذاته لن يتقبل الناس. لذلك تجد بعض مثلا بعض البنات ربما لا تحضر مناسبة اجتماعية لأن ما عندها ملابس حلوة، عندها ملابس حلوة، ويصل الحال إلى أنها إذا أجبرت مثلا زواج أخوها ولا زواج خلاص لازم تحضر، ولكن الخياط أفسد فستانها، اضطرت أن تلبس ذلك الفستان وتنزوي في إحدى زوايا قاعة الأفراح ولا تستطيع أن تتواصل مع الناس بشكل جيد، بينما أختها الفستانها حلو وشعرها ممتاز، تجدها يعني تقف وتستقبل الناس وتتفاعل معهم. لماذا؟ لأنها عندما تقبلت ذاتها استطاعت أن تتواصل مع الآخرين، والأخرى عندما لم تتقبل ذاتها لم تستطع أن تتواصل مع الأخريات. لذلك العرب قالوا من اتسخ ثوبه تكدرت نفسه. فإذا تكدرت نفسك واتسخ ثوبك أنت لا تستطيع أنك تتواصل مع الناس وتبدأ تستحي. فإذا كانت علاقتك ضعيفة مع ذاتك طبيعي علاقتك مع الآخرين ضعيفة، ستكون ضعيفة. أعطيكم مثال بسيط، اللي علاقته ضعيفة مع ذاته وشخصيته ضعيفة يجرؤ يقول نعم ولا ما يجرؤ، يقول لا ولا ما يقول لا؟ ما يقول لا، دائما نعم 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 نعم. طيب ومن قال نعم دائما لأهداف الناس قال لأهدافه لا، وقال لأهداف المقربين منه مثل زوجته لا، وأبنائه لا، ويقدم الآخرين بناء على أبنائه. فمن دائما يقول لهم نعم 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 سيأخذون من وقتك، سيأخذون من جهدك، سيأخذون من فكرك، سيأخذون من تفكيرك، سيأخذون من رأيك، سيأخذون من مالك، بتعبونك. فيتحول الناس من مساندين إلى مصدر للألم. طيب إذا تحولوا مصدر للألم شو اللي يصير؟ سأتجنبهم، أتجنبهم، أخاف منهم، أتعب منهم، أنغلق عنهم. لذلك يقول الشاعر عوى ذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى. شوف المفارقة الغريبة، عوى ذئب ما خاف منه، عوى ذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى فصوت إنسان فكدت أطير. صار الإنسان اللي يخوف والذئب ما صار يخوف. لماذا؟ لأنك عندما تضعف نفسك علاقتك مع ذاتك تكون ضعيفة، سيؤثر في علاقتك مع الآخرين. لذلك ثمة علمين
الأول أو علمان. الأول علم النفس يتكلم عن الذات، وثمة علم الاجتماع يتكلم عن الفرد داخل مجموعة. جاء علم متوسط بينهما أحدث نسبيا منهما، وهو علم نفس الاجتماع. علم نفس الاجتماع، فلسفة علم نفس الاجتماع كلها قائمة على التالي. تعريف علم نفس الاجتماع التالي: هو أثر الناس، هذا الاجتماع، على النفس، هذا علم النفس، أثر الناس على النفس حضوريا أو ضمنيا أو تخيليا. هذا تعريف علم نفس الاجتماع. تعريف مؤلم يا جماعة. ليه؟ أثر الناس على النفس حضوريا، بمعنى أني أنا مش أنا إذا في ناس. بمعنى، هل أنا أمامكم ياسر حقيقي ولا ياسر يرتدي قناع يتناسب مع السياق الاجتماعي؟ الثاني يا جماعة، أنا أرتدي قناع. أنت الآن قاعد ترتدي قناع، قناع المتعلم، قناع قناع. وبالتالي ما الذي غير مني شوي وغير منك شوي؟ هو حضور الناس، السياق الاجتماعي، حضور الناس. علم نفس الاجتماع معناه أثر الناس حضوريا أو ضمنيا. ضمنية معناها أنا وأنتم إنما نحن النسخة النهائية من فيلم قام بإخراجه مجموعة من الناس، التربية والمدرسين والإعلام والصداقات وما نقرأ وما نسمع، كله هذا أثره ضمني على نفس الإنسان. إذن علم النفس وتأثير الناس على النفس حضوريا أو ضمنيا أو تخيليا. بمعنى أن الإنسان أحيانا ينتقي ملابسه بناء على إيش؟ إذا بيروح مناسبة، نعم، يتخيل من سيحضر، إذن جعل من الناس معيارا لفلترة ماذا يريد. فهذا أثر الناس. فكل ما كانت علاقتك جيدة مع نفسك، بمعنى أنك متقبلها وقوي شخصية، كانت علاقتك مع الناس جيدة، وقدرتك على إنشاء العلاقات واستمرارية العلاقات ستكون جيدة. ترى الناس الضعيفة عندها قدرة على إنشاء العلاقات، لكن ما عندها قدرة على الحفاظ على العلاقات. ترى ما عنده. والإنسان القوي شخصيته قوية ما عنده قدرة على إنشاء العلاقات بشكل أفقي، لكن عنده قدرة على إنشاء العلاقات بشكل عمودي. ولا شك أننا بحاجة إلى إنشاء علاقات بشكل عمودي. أحدهم يقول: في هاتفي 7000 اسم، فاحتجت يوما فلم أجد إلا 3 أكلمهم. ما وجدت إلا 3. وبالتالي نرجع سنتحدث عن هذا إن شاء الله بتفصيل قضية إنشاء العلاقات، هل هو جيد أو لا. ثالثا، إذن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، علاقتك مع الناس. 2، علاقتك مع النفس تساعدك في علاقتك مع الناس. 3، علاقتك مع الناس، وهذا ما سنتحدث عن هذا ركن من أركان العلاقات. 4، طبعا ليش قلنا علاقتك مع الناس هنا؟ لأن ما يكون سمعتك هو ماذا؟ نعم، هو رأي الآخر عنك. طيب رأي الآخر من وين جاء؟ أحسنت، من تعامل. أنا أتعامل مع شخص، هذا الشخص هو الذي السمعة، إيش معناها؟ السمعة بمعنى يسمع عنك. لذلك الذي يخرج سمعة لمنتج معين هو الذي جرب المنتج، هو الذي يتحدث عنه، يتكلم عنه، هو الذي يسمع عنه. وبالتالي علاقتك مع الناس تصنع صورتك عند الناس. رابعا، العلاقة، إيش توقعون؟ إيش بقي؟ علاقة مع الله، العلاقة مع النفس، العلاقة مع الناس، من ضمنها الأسرة، من ضمنها إيش بقي؟ الإيش؟ البيئة. أحسنت، العلاقة مع الأشياء. أحسنت، العلاقة مع الأشياء. كيف العلاقة مع الأشياء؟ العلاقة مع الأشياء بمعنى أن علاقتك مع الأشياء ممكن أن تفسد علاقتك مع الناس. أشياء مثل إيش؟ أشياء مثل جلكم الله الحيوانات، إيش دخلها؟ لها دخل. الهرة أدخلت المرأة النار، والكلب أدخل المرأة البغي الجنة، فلها علاقة، لها أثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الليونة في أهل الغنم،
فالغنم أثرت على أهلها، والصلابة في أهل الإبل، وقيل الخيلاء في أهل الخيل، فالحيوانات تؤثر، بل أشد من ذلك، بل التضاريس والبيئة والطقس أيضا تؤثر في الناس. ابن خلدون يقول في مقدمته، يقول البقاع تؤثر في الطباع، البقاع تؤثر في الطباع، لذلك تجد أن أهل الجبل، أهل الجبال بشكل عام يحتاجون إلى سرعة في الحركة، والسرعة معناها تنفس سريع، تنفس سريع معناها كلام سريع، فيعتاد أهل الجبل على الكلام السريع، وأهل الوسطى يعتادون على الكلام المتوسط، وأهل السواحل يعتمدون أو يتحدثون بطريقة الموج. فكنت مرة مرات في أبها في مطعم بطلب غدا، فكان أظن اللي يبيع تركي، فقلت له عطني دجاج لو سمحت، قال لي أنت من أهل الرياض. قلت له كيف عرفت؟ قال شوف إذا أنت من هنا من أبها بتقول دجاج. يقول أنا أول ما جيت يقول ما أدري إيش يقولون دجاج. السرعة في الكلام جاءت من الطبيعة الجبلية. يقول أهل الرياض يعني يتوسطون في حديثه، يقول أهل الشرقية اللي مال السواحل يقول يمطها ديا، يقول حتى تحترق الدجاجة اللي طالبها يتخرب. يقول طيب من وين جاء الأسلوب الكلامي، الأسلوب الخلقي؟ لا شك أن طبائع الطقوس والتضاريس لها أثر على الناس. هذه الأربعة عندما نستحضرها نبدأ نفهم من وين العلاقات. دع عنك الطقس بشكل دائم، لكن شوف الطقس بشكل مؤقت كيف يعني يغير نفسيات الناس لما يكون في غيم وديمة ومطر، ولما يكون حر شديد جدا وشمس ولا عج، ولا شوف كيف النفسيات تتغير وقس عليها بقية الأمور. إما أن تغير في الأشياء هذه، إما أن تغير في صفاتنا، وإما أن تغير في مشاعرنا. واحد من الشباب يقول مرات يقول استأجرت بي ام حسيت اني محترم كذا، والله يقول حسيت اني محترم، يقول كان من عادتي ما اربط حزام الامان فحسيت انه غلط، انا اسيء لبي ام اذا عشان بي ام ترى مش عشان سلامته. يقول والله كنت ارمي الاشياء مع النافذه والله ما فعلتها، يقول ما استطعت. ادركوا هذا راعي البي ام يا اخي، احنا واحنا كبار وربما بعضكم وهو صغير جرب ذلك، اذا شرى شماغ جديد ولا ملابس جديد ولا كنات جديدة يا رب متى يجي الدوام؟ متى تجي المدرسة؟ عشان بكرة بيروح يشخص. هذه العلاقة مع الأشياء تؤثر في إما مشاعر الإنسان وإما في الطباع أو صفات ذلك الإنسان. هذه الآن الأركان، لماذا نقولها؟ لأمر مهم جدا في التدريب تحديدا، والتدريب هو امتداد لثقافة غربية. الثقافة الغربية أو المدرسة الأخلاقية الغربية، أنا ما أتكلم عن الغرب كأفراد، أنا أتكلم عن المدرسة الأخلاقية عند الغرب، تقوم على المادية، تقوم على البروغماتية، تقوم على التبادلية، تقوم على النفعية، أنا أربح وأنت تربح، فإن تعذر فأنا أربح وأنت تخسر، فإن تعذرت التبادلية فالفردانية السلطوية، أنا أربح وأنت تخسر. المدرسة وما بث في التدريب في كثير من أطروحات التدريب تعني كيف أن تبتسم له وكيف تكسب القلوب من أجل أن تأخذ ما في الجيوب. ونشأة خدمة العملاء والعميل دائما على حق، وابتسم في وجهه وإذا طلع أنزل قل اللي تبي فيه، هذه المدرسة، لكنها ليست مدرسة محمدية. الإسلام لا يوجد فيه خسارة، وإن وجدت فيه خسارة فالخسارة شكلية مؤقتة، أبدا لا يوجد فيه خسارة، إنما نطعمكم لوجه لا، لا نريد منكم جزاء، لا تعطيني زي ما أعطيتك ولا شكور ولا ترد علي أصلا، أنا أتعامل مع الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يوجد خسائر. والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ، هذه ليست خسارة، والعافين عن الناس ليست خسارة، والله يحب المحسنين. إذا أنا سامحتك إذا غلطت علي أنا خسران، طيب الله يحبني من اللي كسب، لا يوجد خسارة. لذلك ما زاد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد الله عبدا بعزا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو عفو أنا سامحت إلا عزا، ومن تواضع لله رفع. هذه القوانين التي يزرعها النبي صلى الله عليه وسلم عبر مدرسته وعبر الثقافة الإسلامية مختلفة تماما عن
الأطروحة المدرسة الأخلاقية الغربية. في الغرب واحد زائد واحد يساوي اثنين، عندنا المسلمين واحد زائد واحد يساوي أحيانا يساوي النار إذا نيتك سيئة. واحد زائد واحد، واحد زائد واحد أحيانا يساوي صفر في الإسلام، واحد زائد واحد أحيانا يساوي اثنين وأحيانا يساوي عشرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم ألف درهم. ليست مسألة واحد زائد واحد اثنين، هناك مفهوم البركة، هناك مفهوم التوفيق، هناك مفهوم الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة. شلون ما نقص يا رسول الله؟ أنا أخذ منه شلون ما ينقص؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم بل يزيد ألا يزيد يا رسول الله، ينقص لا يزيد. هذا واحد يرونه قصة أنه جاء من أمريكا متعلم الإدارة المالية ومسك يعني شركة والده، فقال له أبوه يعني أمسك أنت خلاص وأنا سأكون من بعيد لبعيد. فوجد أن جزء من المال يذهب في الصدقات والأوقاف والمشاريع الخيرية، وبحسب يعني دراسة جدوى معينة أن هذا هدر مالي. فراح جلس مع أبوه قال يا أبي يعني ما يصير وكذا، وقلل وسوي وافعل يعني من أجل أن احنا نوفر ونكسب. قال وليدي هذه مو بخسارة. قال شلون مو بخسارة، على أعطيك الأرقام. يا ولدي مو بكل شيء يحسب بالأرقام. قال شلون كل شيء يحسب بالأرقام؟ ألف تبرعت فيها يعني بمئة بقيت 900، كلش بالأرقام يبا. قال لا يا ولدي، إذا كلش بالأرقام تعال خليني أحسب أنا وياك. قال تفضل. قال الآن جلكم الله الكلبة تلد كل سنة كم؟ قال 9، من 8 إلى 9. طيب والشات؟ يا دوب يا واحدة يا دوب ثنتين، يعني واحدة ثنتين. قال طيب وإحنا ناكل الغنم ولا ناكل الكلاب؟ قال لا والله ناكل الغنم. قال لي طيب الآن أعداد في العالم أيهم أكثر، الغنم ولا الكلاب؟ قال لي الغنم. قال شلون حسبت؟ يلا حسبها، هذه تولد ولا حد يأكلها، تولد 8 ولا حد يأكلها، وهذه تولد واحد وكل الناس يأكلونها والحيوانات تأكلها والبشر يأكلها، ومع ذلك هذه أكثر من هذه، كيف نحسبها؟ يا كذا في أشياء لا يمكن أن نحسبها بالحسبة المادية العادية. وبالتالي لما إحنا نتعامل بهذه الطريقة في تعاملنا مع الآخرين ونحسبها سنرتاح كثيرا ونتحمل كثيرا الكثير من الإساءات. لذلك عندنا مجموعة من المستويات في التعامل مع الناس. المستوى الأول نتشابه فيه مع الأطروحة الغربية للأخلاق، ليس مع الغربيين، بعض الغربيين يعني غاية في الأخلاق. نتكلم عن مدرسة الأخلاقية، على الأقل مدرسة ويليام جيمس الذرائعية أو النفعية. عندنا مجموعة من المستويات نتشارك وإياهم في بعضها ونختلف وإياهم في آخرها في أعماقها. المستوى الأول هو التعامل بالأقل، عامل الناس بأقل مما يعاملوك، فإن أحسنوا تسيء إليهم وإن أعطوك لا تشكر. وهذا موجود، تجد أن الوفاء قليل عند الناس، الوفاء قليل. والله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور، وهو الله سبحانه وتعالى يعطيهم ويكفيهم ويحميهم ويرزقهم وينشئهم من العدم، ومع ذلك لا يشكرونه. هذا التعامل الدوني، حشاني وحشاكم. التعامل بالأقل، أن يحسن إليك فتسيء إليه، هذا التعامل. هذا واحد موجود بين الناس، وربما أنا موجود عندي على هيئة سلوكيات متناثرة، فإن لزمتني أصبحت جزءا من طباعي. اثنين هو التعامل بالمثل، أي عامل الناس كما يعاملك. التعامل بالمثل هذا في بعض مواضعه عدل، من العدل، السن بالسن والعين بالعين. والنبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول وجزاء سيئة مثلها. لكن الإسلام والقرآن في سياقاته المتعددة، وإن قال لنا تعاملوا بالمثل، إلا أنه يحثنا ويشحن معاني التعامل بأن نتعامل بالمستوى الثالث، وهو المستوى الإحسان. أحسنت. التعامل مع الناس بالفضل،
التعامل بالفضل، فإن أساء إليك فأحسن إليه. هذا التعامل بالفضل، هذا مستوى راقي من التعامل. أربعة، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، كما تحب أن يعاملوك، وآت الناس ما تحب أن يؤتوك. خمسة، عامل الناس كما يريد الله. وأعمق منه، عامل الناس كما تريد أن يعاملك الله سبحانه وتعالى. تريد يغفر لك، اغفر للناس. تريد يكرمك، أكرم الناس يا أخي. تريد يسعدك، أسعد الناس. تريد يعفو عنك يا أخي، تجاوز عن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ قال: في اليوم. قال: 70 مرة. هو خادم، 70 مرة سامحة. وبعضنا لا يسامح زوجته مرة واحدة إذا أخطأت في الشهر، ولا يسامح أبنائه. وبالتالي لما يبدأ الإنسان يفكر بهذا المستوى العميق جدا، تراك أنت اللي بتنبسط، تراك أنت اللي بتستانس. صعبة في بدايتها، لكن كل شيء في أوله كلفة، حتى يصبح بالنسبة للنفس ألفة. أحسنت، يصبح النفس ألفة. هذه المستويات نزعم أن لا يوجد أحد باستمرار في هذا، كما أنه لا يجب أن يكون الإنسان باستمرار في المنطقة الأعلى، ولكن الناس تتنقل بين هذه المستويات، يحكمها أحيانا طبيعة العلاقة، الشخص اللي أمامك، يحكمها أحيانا مشاعرك، يحكمها أحيانا استحضارك للأجر من عدم استحضارك، يحكمها أحيانا يعني الشيطان الذي يجري في دم الإنسان، مجرى الدم. وبالتالي جيد أنك في تعاملك مع الناس أن تتعامل بوعي، تعرف أنت في أي مستوى، تعرف أنت أين يجب أن تكون. لذلك جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم فيقطعونني، وأحسن إليهم فيسيئون إلي. طيب، هم الآن هم في أي مستوى؟ الأول، وهو لا في الثالث يا جماعة، هو في الثالث. فجاء يسأل: يا رسول الله، يعني يصلح أسوي كذا ولا أرقى وحدة؟ يعني وش سوي؟ التعامل بالمثل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل، صلة الرحم، ليس الواصل بالمكافئ. إيش معنى ليس الواصل بالمكافئ؟ يعني ليست المسألة مكافأة. زورني أزورك، تحضر زواج ولدي أحضر زواج ولدك، تعطيني هدية تخرج أعطيك هدية تخرج، تعزمني ترقية أعزمك أنا في. ليس هذا من الوصل، ليس هذا من الفضل، هذه إنما هي مجارات ومجازات ومكافأة. هذه المستويات أتمنى أن احنا أيضا نضعها أحد الفيتامينات في تعاملنا والواعي مع الآخرين بإذن الله تعالى. ما أنواع العلاقات؟ أولا ثمة علاقات مؤقتة وثمة علاقات دائمة. طيب، ليش ودنا نعرف أنواع العلاقات؟ يا كرام، اسمعني بقلبك، لكل علاقة مجموعة من الحقوق والواجبات، تداخلها يفسد حياتك. كل نوع من العلاقة لها مجموعة من الواجبات والحقوق، في تداخل الواجبات والحقوق يفسد حياتك. الزوجة لها مجموعة حقوق وواجبات غير الأم، غير الصديق. إذا ما نعرف الفروقات، ننزل أحدهما مكان الآخر فتفسد العلاقة. أول أنواع العلاقات هي العلاقات المؤقتة والعلاقات الدائمة. العلاقات المؤقتة هي تلك العلاقات التي تنشأ لسياق زماني مؤقت. مثلا أنا جالس في المطار وبجانبي واحد، أو في الطيارة وبجانبي واحد، أو في طابور بجانبي واحد، أو في دورة وبجانبي واحد، فنجري مجموعة من الحوارات ونسولف. هذه العلاقة هي علاقة مؤقتة تنتهي بانتهاء ذلك الزمان. العلاقة الدائمة مختلفة تماما. لماذا؟ العلاقة الدائمة تعريفها هي تلك العلاقة التي لا تنفصل بغض النظر عن مشاعرك تجاهها. هذه نقطة مهمة، الجزئية الأخيرة. العلاقة الدائمة هي العلاقة التي لا تنفصل، لا تنقطع، لا تنتهي بغض النظر عن مشاعرك تجاه الطرف الآخر. فولد عمك حتى وانت تكرهه،
خالك، خالك ترى حتى لو ما تحبه، وبالتالي هي علاقة، علاقة دائمة، علاقة دائمة. الأقرباء علاقة دائمة، الأولاد علاقة دائمة. الخلط بين العلاقة المؤقتة والدائمة يفسد علاقاتك. بمعنى إذا أنا مع واحد علاقتي مؤقتة، طلعت من المسجد ولقاني واحد وقاعد يسولف معي، ووالدتي أو زوجتي أو أبنائي يتصلون علي عندي موعد معهم، فكوني أعطي هذا حقا ليس من حقه على حساب العلاقة الدائمة، هذا إفساد للعلاقة. لا، هؤلاء أهم من هذا. وبالتالي وعي أنا هذا من أي نوع من العلاقات يجعلني قادر على موازنة وإدارة أولوياتي في العلاقات. اثنين، العلاقات المنتظمة. العلاقات المنتظمة، العلاقة المنتظمة هي كل ما أخذها من الانتظام، من نظم، زي السبحة، حبة مع حبة مع حبة مع حبة، عنقود العنب حبة مع حبة مع حبة مع حبة، متشابهة. العلاقة المنتظمة هي كل علاقة متكررة زمانا ومكانا، كل علاقة متكررة في نفس السياق الزماني وفي نفس السياق المكاني تسمى علاقة منتظمة. مثل العمل، نعم، علاقات العمل، علاقات الدراسة، فهي علاقة متكررة يوميا من الساعة كذا إلى الساعة كذا في نفس المكان أشوفه. طبيعة هذه العلاقة يا كرام، مرة أخرى، معرفتنا بطبيعة الشيء، بطبيعة الشيء يجعلنا نتقبله ونتكيف وننسجم معه. معرفتنا بطبائع الشيء تجعلنا أكثر صبرا على سلوكيات صاحبه. ترى موسى عليه السلام ما استطاع أن يصبر على سلوكيات الخضر. ليش؟ لأنه يرى أنها سلوكيات خاطئة. فلما أخبره دوافع السلوك عذره ولا ما عذره؟ نعم عذرناه وعذره. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ إذا ما تعرف طبيعة سلوك الأطفال لم تصبر على الأطفال، إذا لم تتعرف على سيكولوجية المرأة لم تستطيع أن تتعامل مع المرأة، إذا لا تعرف طبيعة ومشاعر الموظف الجديد لن تستطيع أن تحتمل من الموظف الجديد بعض الأخطاء وبعض السلوكيات. وبالتالي لما تعرف الآن طبيعة كل علاقة ستكون قادر على تقبل الأشياء التي كنت تظن أنها سيئة. طبيعة العلاقات المنتظمة يا كرام أنها مثل السمكة، تموت عند الخروج من الماء. بمعنى عادي جدا زميلك في العمل في إذا أخذ إجازة أو كان انتهى العمل أو بعد الدوام، طبيعي جدا إنما يتواصل معك. لا تقول سيء، لا 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 لا، لا تقول سحب علي، لا تقول يا أخي ما عنده وفاء، لا تقول مصلحجي، لا لا، قل إنما يمارس بشريته، كذا بشر. في العلاقات المنتظمة نحن نتواصل في وقتها ومكانها فقط، بعده لا لا لا، ترى عادي جدا ما يتصل عليك، عادي جدا ما يتواصل معك أبدا. ولا تستغرب ينقطع، خاصة المدرسين ما شاء الله، أربع شهور أول يوم دوام يروحون باللوكيشن للمدرسة نضيعها ما يدري وين ما شاء الله. طيب طبيعي جدا أول يوم إنك شايفة أمس ولا في شيء، ولا أخبار علوم وكذا ومدري إيش، ما يتهاوشون على الجدول، عادي جدا. ليش؟ لأن أصلا طبيعة علاقتهم طريقة منتظمة مبنية على السياق الزماني والمكاني. عندنا واحد من الزملاء ماسك عنده جوال، أول ما يجي نقل في مدرسة، أول ما يجي نقل واحد من المعلمين شو يسوي؟ والله العظيم يسوي ديليت لاسمه. أنا أجي أقول له، كنت أول ما عندي وعي، هو كبير في السن متعود، فأقول له ليش كذا؟ كان عنده عبارة ما أنساها، قال أبا أخلي الاسم زين عشانك ترى، بس احلق حواجبي إذا يدق علي، هو يقوله. أنا عرفت ليش الآن. مرة واحد اسمه أبو حسين، كنت أنا مدرس في مدينته في شقرة، وحبيتهم مرة، حبيتهم ويعني انبسطت وجلست معهم وأحس أنهم هم أهلي، خاصة في الغربة. بس هي في الحقيقة لا تعد أن تكون علاقة منتظمة، يعني منتظمة هذا حدها يعني ترى. فجاني نقل للمجمعة، بروح لأهلي خلاص. فجاء يوم الأربعاء بعطيهم الخطاب، السبت بكون في المجمع. جاء يوم الأربعاء سووا لي حفلة، وحفلة تأبين
وقصائد ولن ننساك، وطلعت أنا الكلمة حقتي ولن أنساكم وأنتم أحسن ناس، إخواني اللي مولدتهم أمي وبزوركم وما أدري، حتى لدرجة إن عندي استراحة أبقيتها هناك مستاجرها، ما أنهيتها، لأني أفكر إني خلاص أجي عندهم دائما، إخواني هذولا. والناس تبكي. وفي أبو حسين له 25 سنة في المدرسة، ناظرني بعين قال اسمع يا الحزيمي، والله ما بنسيها، قال اسمع يا الحزيمي، والله العالم ان اخر علمنا بك اصطبات سيارتك اذا مشيت. اي والله يا جماعه. قلت ابو حسين هم معقول؟ لا يا رجال، قلها عن واحد ثاني، والله العظيم ما اسقم عنكم، انا ما استطيع، مره احبكم. قال لي قالوها قبلك. ايش السالفه؟ انا والله ما ادري ايش السالفه. المهم رحت المجمع السبت اداوم في المدرسه الجديده. يوم الاحد احنا عندنا في شقره يومين اجتماع، الاحد دائره الزكرت وكنت اشاركهم، والثلاثاء دائره المطاوعه وراح اشاركهم. فجاء يوم الاحد فقلت لا يا رجال اثقل شوي خلهم يشتاقون. فجاء يوم الثلاثاء قلت اخاف اروح لحقه الثلاثاء يزعلون حقين الاحد، فعدى الاسبوع الاول ما رحت لهم. الاسبوع الثاني اكتشفت ان دائره المدرسه الجديده يوم الاحد، فعشان اكون علاقه مع المدرسه الجديده اللي هي بيتي الثاني صرت اروح الاحد واستحي اروح يوم الثلاثاء في شقره. وابشركم الحمد لله الشكر لله الان 18 سنه ما جيتهم بعد ذيك الزياره، والله ولا مره. وصدق ابو حسين رضي الله عنه، والله العظيم والله اني اغليهم الى الان، الى الان اغليهم وتواصل بالتليفون، لكن ما اثقل ذلك الطريق، ثقيل ما اقدر، كنت اروح في اليوم مرتين احيانا، حتى الاستراحه كلمت واحد قلت تكفى خلص لي اوراقها ماني برايح هناك. ترى هذا طبيعي، كنت والله اول اني انتقد نفسي كثيرا والومها واعنفها، لا ترى هذه طبيعه الحياه. اللي جرب منكم الموظفين اللي يروحون يجون يروحون يجون ترى يلمس ان حتى اطيب الناس اللي كانوا موجودين اذا خرج خلاص خرج لحياه اخرى طبيعيه. ليش نقول هالكلام؟ ايمانك بهذا الكلام سيقلل في قلبك العتب على الاخرين، وترتاح ما في تشره ولا يضيق صدرك، وتتقبل وتحتوي الاخرين ويتسع صدرك، لان الانسان كلما اتسع علمه في العلاقات اتسع صدره للناس باذن الله تعالى. هناك ما يسمى بالعلاقات القديمه. العلاقات القديمة هي تلك العلاقات اللي نشأت في وقت مبكر جدا ثم حدث مرحلة انقطاع. انقطاع مثلا واحد درس معك في الابتدائي، واحد كان في حارتكم لما كنتوا مدري وين ولما انتقلتوا، فهذا طبيعي إذا واجهته في مناسبة، في دورة، في مطعم، في بقالة، في شاطئ، طبيعي أن تكون العلاقة أنك تسلم عليه وترحب وتهلي، واللي معك يقول مين هذا؟ تقول هذا درس معي قبل 20 سنة، قبل 15 سنة، كنا زملاء في الابتدائي. تبدأ أنت يعني تتذكر ذلك الماضي البعيد. العلاقات القديمة يا كرام إذا تبغاها تموت اجعل أول لقاء بعد انقطاع بارد، على طول تموت مهما كانت العلاقة القديمة قوية. بمعنى تخيل انقطاع 10 سنوات أو 15 سنة، أنت داخل بولدك، هو داخل بولده، ألا أي ردة فعل باردة من أحدكما كفيل بموت العلاقة، بموت العلاقة. تبغاها تستمر كن واعي، لاحظ كن واعي في العلاقات. تبغاها تستمر، أنت تبغاها لأنه يستاهل، لأنه يقربك من الله، لأن هذا الرجل في قربه خير. إذا تبغاها تستمر احتفي بها به، إذا ما تبغاها تستمر تعامل بذكاء، بمعنى تعامل ببرود في أول لقاء حتى تقطع تلك العلاقة. وأمر طبيعي جدا أن الإنسان يقترب ممن ينفعونه ويبتعد ممن يضرونه. هذه العلاقات القديمة. ثمة علاقات مخطط لها، وثمة علاقات تنشأ بالصدفة. المخطط لها ليست عيبا، أني أنا أخطط أني أتعرف عليك ليست عيبا، فإن سلمان رضي الله عنه إنما خطط ليكون علاقة مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. راح 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 لف لف وحاول حاول حتى تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس عيبا أن تخطط لإنشاء علاقة مع شخص ينفعك في الدنيا والآخرة، ليس عيبا. وثمة علاقات تنشأ بالصدفة،
بالصدفة. يمكن مر عليكم يمكن قبل 3 سنوات أو 4 سنوات كان في صورة يعني انتشرت في الواتساب، 2 في طريق الملك فهد تصادموا، وبعدين تأخر عليهم نجم أو المرور وجلسوا يسولفون، ويبدو أنه تأخر مرة، واحد من المصدومين معه جيب، والجيب ما ظنت كشتات وبر، نزل عزبة وزينوا الشاهي وقاعد يتقهون في طريق الملك فهد والناس مصورتهم. طلعت لهم صورة بعد 3 شهور في طرابزون. علاقة، وراح سافروا تركيا، راحوا فلوها، طبيعي جدا. وأنا كنت مرة أشرح دور عن أتكلم عن العلاقات بالصدفة، قال لي معقب، قال والله العظيم أنا عندي مداخلة. قلت تفضل. قال أنا معقب في الجوازات، يقول كان في شرطي يكرهني وأكرهه، يكرهني وأكرهه. المهم قال قصة طويلة، الشاهد خذ بنته، تزوج بنته، يعني في الأخير صار يقول هذا اللي كنت أكرهه، يقول صرت أجيب أوراقي وأقول هذا خالي. من أول كنت أسبه وأشتمه. علاقات أحيانا تنشأ بالصدفة، وأحيانا علاقات تنشأ بطريقة مخطط لها. النوع الأخير من العلاقات سنتحدث عنه بشكل معمق بإذن الله تعالى، هي العلاقات العميقة والسطحية. سؤال بسيط جدا، هل علاقتك مع أمك عميقة ولا سطحية؟ المفترض أن تكون عميقة، ترى المفترض، بس ما تدري أنت هل هي علاقة سطحية ولا لا حتى نحرر المصطلح. العلاقة مع أبنائك عميقة ولا سطحية؟ العلاقة مع صديقك هل هي عميقة أو سطحية؟ كل ذلك سنتحدث عنه بإذن الله تعالى بتفصيل فيما يتعلق بالعلاقة السطحية والعلاقة العميقة. ثم ما يسمى بالعلاقات الإيمانية، هذه احنا تختلف عندنا يعني عن الغرب. العلاقات الإيمانية هي تلك العلاقات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا عليها. مثلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم شيء غريب، يعني شيء السيرة بحر بس احنا ما نعرف نغوص فيه. لما تيجي تتأمل علاقات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في تعامله مع الناس هو يتعامل مع الزمن الحاضر، مع الزمن الحاضر. لذلك عائشة تقول في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان مرض مرة، تعب، حتى سألوا عائشة قالوا يا أمّا كيف تعلمت الطب؟ قالت من علل النبي صلى الله عليه وسلم، من كثر ما تعب النبي صلى الله عليه وسلم وجبنا له أطباء أنا تعلمت الطب. فقالوا لها، تقول هي عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول في آخر حياته هشمه الناس عليه الصلاة والسلام. صعب التعامل مع الناس. لذلك لا تستغرب أن ثقيل حسن خلق في ميزان العبد عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اللحظة الحاضرة مع البشر، ويزور البقيع في لحظة الماضية ويسلم عليه ويدعي لهم، شوف اللحظة الماضية. ثم يجلس بين أصحابه ويقول ويذكر لهم اشتياقه لإخوانكم. من أخواننا يا رسول الله؟ قال أناس آمنوا بي ولم، إحنا نشتاق لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما رآنا. شوف العلاقات كيف ممتدة في الإسلام لا يحصرها زمان، سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. وهذه هي العلاقات الإيمانية. دوائر العلاقة 3 على مستوى العمق، قبل شوي على مستوى الأفقي، الآن على مستوى العمودي. العلاقات إما أن تكون علاقات عامة أو علاقات زمالة منتظمة أو علاقات المعايشة المداومة، الأهل، الزوجة، الأصدقاء الملازمين. كل نوع عمودي من هذه العلاقة له حقوق وواجبات مختلفة، لكن القانون الكبير في العلاقات العامة أنها مبنية على الاحترام، مبنية على الاحترام. الثانية مبنية على الاهتمام والمساندة في العمل، اهتمام مساندة. والثالثة مبنية على المصارحة وإبداء المشاعر. ليس مطلوبا منك في العلاقات العامة واحد جالس جنبك في المطار، الأصل أن تتعامل معه باحترام وليس بحب. مو لازم حب، مو لازم تلتفت عليه وتقول له يعني أنا حاضر عند الحزيمي دورة وكذا بقول لك تراي أموت فيك، ترى أحبك، على طول حين عاد قانون تحرش تروح فيها. ما يصير، لأن العلاقة علاقة عامة، الأصل فيها الاحترام وليس الأصل فيها الحب. أما علاقات الزمالة فالأصل فيها الاهتمام، وهي مرحلة أعلى من الاحترام، أن تهتم بمشاكلي، أن تساندني، أن تعينني، أن تقف معي
أن تناصحني، هذا جزء من الاهتمام. العلاقة الأخيرة لا، فوق الاهتمام والاحترام يجب أن يكون فيها إظهار لمشاعر، لمشاعر الحب. بس في العمل ليس بالضروري تكون مشاعر الحب موجودة، ليس بالضروري. ولو كان الحب في علاقات العمل شرط ما تكونت فرق العمل. لذلك جاء أبو مريم، أبو مريم هذا الحنفي كان أحد المرتدين في حرب اليمامة، وهو من قتل زيد بن الخطاب، وزيد بن الخطاب كان يحبه عمر حبا شديدا، وكان عمر يقول إني لأجد ريح زيد، وقال رحم الله زيد أسلم قبلي واستشهد قبلي، وبالتالي يحب زيد مرة. من قتل أبو مريم؟ أبو مريم جاء مسلما والتقى بعمر، وكان عمر رضي الله عنه أميرا للمؤمنين، فلما رآه عمر، أنا خليفة لا وأنت ذابح أخوي، فلما رآه عمر قال إني لأبغضك كما تبغض الأرض الدم، زي الأرض ما تقبل الدم، ما تشرب الدم الأرض، يقول أنا ما أشربك، ما أتشربك، لا أحبك، إني لأبغضك كما تبغض الأرض الدم. فقال أبو مريم أوى يسلب ذلك مني حقا يا أمير المؤمنين؟ قال عمر لا ما لا دخل مشاعري، لا حقك تأخذه، بس أنا أقول لك أنا ما أحبك، بس حقك تأخذه. فقال أبو مريم إذن لا يأسى على الحب إلا النساء، أنا ما تحبني ما تحبني ما يهم، أهم شيء شغلنا ما يوقف، والعمل يمشي. وبالتالي هذا الوعي، طبعا احنا كمدراء لو كنا مدراء بنقول يا جماعة يجب أن تكون إدارتنا إدارة بالحب، لكن نريد أن ننمي عندنا الوعي العاطفي والوعي في العلاقات، أن الحب ليس بكبسة زر أنا أضغط أحب أضغط ما أحب، غصب علي. فإذا غلبتني مشاعري على أن لا أحب شخصا ما، على الأقل أحترمه، على الأقل أن أقيم له الاهتمام والاحترام. كل دائرة من هذه الدوائر لها مجموعة من المسؤوليات، كل ما زادت مستوى العلاقة زادت المسؤولية، زادت المسؤولية. طيب ما هي المسؤوليات على عجل؟ مسؤوليات كثيرة جدا، لكن على عجل، المبادرة، أبادر في خدمة شخص أكثر من شخص بناء على ماذا؟ على مستوى العلاقة اللي بيننا، سرعة الاستجابة. يعني ما يصير لما صاحبي يناديني ياسر تعال، طيب جاي، غير لما يناديني أبوي يقول ياسر تعال، سرعة استجابة يجب أن تكون أسرع. فوعي أنا أن كل واحد له مستوى من العلاقة يجعلني قادر على أني أعطي المبادرة المناسبة، أعطي الاهتمام المناسب والمساندة والوقت والمال والتضحية ومحاولة الإرضاء وكل شيء. من الناس من لا يستحق التضحية، ومن الناس من يجب تجاههم أن تضحي من أجلهم، وبالتالي أبدأ أتعامل مع الناس بواقعية، وأبدأ أتعامل مع الناس بوعي على مستوى العلاقات. واحد من الزملاء كان مستشار يقول أمي ما كانت تروح معي كثير، ليست كثيرا، يقول فرحت مرات سافرت أنا وياها لوحدنا، يقول اتصلت علي مستشيرة، خلاص الآن عمل، ولكن مستشيرة في مستوى من العلاقات سطحي بالمقارنة بأمه، يحلف لي بالله، يقول والله كلمتني المستشيرة جلست من خرجت من مدينتي إلى أن وصلت بيتنا قرابة ساعتين وأنا أكلمها، أمي آخر شيء نزلت المرتبة ونامت. وبعدين قلت لأمي يعني أنا آسف وكذا، بس الشغل وكذا، وبدأ يذكرها يعني بفضل يعني إصلاح ذات البين يقول قالت لي أمي ترى أنا أجر يا وليدي فيني، أنا ما هو في هذا، والله بيسألك عني ما هو بسألك عنها. يقول لا أنسى هذا الموقف أبدا. هذا الدرس يا كرام في كيف الإنسان فعلا يوازن بين الحقوق والواجبات اللي على مستوى العلاقات. خلونا نشوف الآن العلاقات السطحية والعميقة لعلنا نختم بهذا المحور في جلستنا الأولى.
العلاقات السطحية والعميقة تختلف باختلاف مشاعرنا تجاه الآخرين. ما هي العلاقات السطحية وما هي العلاقات العميقة؟ يا كرام، أي علاقة، أنا شلون أقيم علاقتي مع أمي أو عيالي أو زوجتي أنها سطحية وعميقة؟ هو التالي: أي علاقة مبنية على جمع الحقائق والمعلومات علاقة سطحية. أي علاقة مبنية على جمع الحقائق والمعلومات علاقة سطحية. إذا علاقتك مع أمك وأبوك أو عيالك أو أخوك، وين رحت وين جيت وين الشاحن وتعالوا كلوا ولا تأكلون، ترى هذه علاقة جدا سطحية. بينما العلاقات العميقة هي تلك العلاقات المبنية على المشاركة في الاهتمامات والمشابهة، المشاركة في الهم والمشابهة في الاهتمامات والتفاعل وإظهار المشاعر. لذلك تجد أن الإنسان لما تقول له من تحب أكثر، أبوك ولا صاحبك؟ طبيعي صاحبه. طيب عفوا، طبيعي أبوه، يحب طبيعي أبوه، زين طبيعي أبوه. لكن لما تقول له من تبغى تسافر معه، مع أبوك ولا صاحبك؟ يقول صاحبي. طيب السؤال، اي طبعا على الغالب احنا نتكلم. طيب السؤال، هل يروح مع صاحبه لأنه يحبه أكثر؟ لا، لأنه يرتاح أكثر. وكذلك طبيعة العلاقات العميقة، طبيعة العلاقات العميقة أنها مريحة، أن تكون فيها كما تكون لوحدك دون تحفظ، وقادر على إبداء المشاعر والسواليف. علاقة قائمة على الفضفضة، علاقة قائمة على عدم التحفظ، على عدم الاحتراز. أقول كذا خاف يدققون علي، أقول كذا خاف يحققون معي. لا، هذه ليست علاقة، هذه علاقة جدا سطحية يا كرام. مع مراجعتنا لكثير من علاقاتنا مع أبنائنا سنكتشف أن علاقاتنا مع أبنائنا علاقات سطحية، والله يا جماعة سطحية. لكن أعظم قصة حب في القرآن بين اثنين وش اللي؟ سورة كاملة، يوسف. أول مؤشرات العلاقة وش هي؟ يا أبتي إني رأيت. إيه، تخيل ليش يحبون بعض يا أخي. وصلوا لمرحلة أن الابن يقول لأبوه حتى أحلامه وأحلامه وطموحه ومناماته، وصل لمرحلة أنه يفضفض له. من أعظم قصص القرآن بين إسماعيل وإبراهيم كان أيضا فيها، وكان فيها رؤية. هل وصلنا لمرحلة أن نسمع حتى لأحلامهم؟ بعضنا ما يسمع حتى لمشاكلهم الحقيقية الواقعية، فكيف بأحلامهم؟ وصل بعضنا إلى أن يهمش ويحطم ويحقر ويسخر من طموحهم وأحلامهم، ثم نشتكي ونرفع حواجبنا نقول ما أدري ولدي يحبني ولا لا. أبشركم عيالنا ما يحبوننا والله. إيه والله يا جماعة، أنا سويت لي رابط وتواصلت مع كثير من الشباب. أكثر واحد أعطى أبوه من 10 7. علاقتك ببوك 7 من 10. ترى يعني إحنا نعيش في أسر يعني العلاقات اللي بينها، الجسور اللي بينها محدودة، خاصة بعد ما جت التقنية فصلت الناس بعضها عن بعض بشكل لا تتخيله. لا عاد تجمعنا سفرة، ولا عاد تجمعنا جلسة، ولا عاد تجمعنا سفرة، ولا تجمعنا رحلة. إذن أين نلتقي؟ علاقات جدا سطحية يا كرام. أحد الشباب يقول، أنا بالنسبة لي أهلي، يقول أحد علماء النفس كان يقول إنما أفراد الأسرة أناس مختلفون يحملون مفتاحا واحد للبيت. بس القاسم المشترك هالمفتاح يدخل ويقعد. الله عز وجل يقول عن المرأة: لتسكنوا معها ولا لتسكنوا إليها؟ لتسكنوا إليها، سكن روح شيء معنوي، وليس لتسكنوا معها. تسكنوا معها أكل وشرب وجلسة وبس، ما في أي مشاعر يا جماعة، ما في أي عمق في العلاقة. لذلك الشاب يقول أنا بالنسبة لي أهلي التالي، يقول أبوي وزير المالية، أنا أعتبر أبوي وزير المالية، بس حق إيش؟ حق الفلوس. يقول وأمي وزيرة الشؤون الاجتماعية، المشاكل وكذا بغيت شيء أتواصل معها. يقول وأخوي وزير المواصلات، أخوه أكبر منه يقول يوديه ويجيب. يقول عندي أخوي الصغير يقول هذا عضو في المباحث يقول هذا اللي يعلمهم عني وما أدري إيش. هو يصف أسرته وصفا يدل على أنهم مجرد أدوار يؤدونها تجاه بعض. وبالتالي السناب يا كرام، السناب يعني كثير من الناس
لما اشوف سنابات العوائل الاخرى يقول وش ذا الفله، بينما ترى هم يسوون الفله عشان الناس، ترى بس شوفونا، بس ترى شوفونا كثير، ما اعمم اقول كثير. فنرجع ونقول هل علاقاتنا سطحيه او علاقاتنا، يا مرحبا انا علاقتي مع زوجتي سطحيه جدا، ماذا افعل؟ لا يا شيخ لا، يقول الوقوف بعد 45 دقيقه لاداء صلاه المغرب. طيب يا شيخ ابشر. اسف حبيبي، جزاك الله خير، الله يزيدكم ان شاء الله من فضله. طيب خلونا نشوف بس هل كلامي انا يعني في نوع من الضبابيه والسواديه ولا لا. خلونا نشوف، البنات سووا هاشتاج قبل سنتين، الهاشتاج اسمه قولي لاخوك كلمه احبك. طيب الحب علاقه سطحيه ولا عميقه؟ عميقه. ترى السطحي لا يستطيع، والله العظيم في ناس ما يقدر يقول لما احبك، والله في ناس اقول له قبل يا دمك، بعضهم يقول لا، بس الحمد لله الان صار يعني عاده جيده. طيب قبلها بين عينيها، لا ما يصير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمه بين عينها، اذا اقبلت فاطمه دخلت عليه مع الباب، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم اليها، شوف الحفاوه، شوف الاهتمام، يقوم اليها عليه الصلاه والسلام، ثم يقبلها بين عينيه، ثم بين عينيها، ثم يجلسها في مكانه. اي رقي هذا؟ ابوها يعني، ليست زوجته، هي بنته، فكيف سيفعل ايضا مع زوجاته؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن الحب ليس حديثا عن مسلسلات رومانسيه، لا، هو حديث من جزء من عقيدتنا. والذي نفسي بيد لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا يا اخي حتى تحابوا. صار عندنا جفاء غير طبيعي. نتكلم عن السعوديين، عندنا مشكلة في إظهار المشاعر، في إظهار الحب. لذلك إحنا بالنسبة لنا خاصة الرجال، إحنا العاطفة عبارة عن جزئين، شعور وتعبير. إحنا عندنا الشعور بس ضعيف، عندنا مسألة التعبير ضعيفة جدا، وبالتالي جيد إحنا نعود أنفسنا هذه العادة المحمدية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أحب فلان، يشوفه هناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي درس قاعدة، هل أخبرته؟ أنا شو دخلني؟ هل أخبرته؟ قال لا يا رسول الله. قال قم فأخبر. الحب في قلبك مثل العطر في زجاجته، لا قيمة لا إلا عند انتشاره، لازم تطلع هذا الحب. تجد أن الأب لا يذكر محاسن زوجته إلا في غيابه عند أبنائه، أمكم الله لا يخلين، وإذا جت يا ويلها، إما يبخل وإما يخجل في أن يعطي مشاعر. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نظهر تلك المشاعر، وكان عليه الصلاة والسلام يظهر المشاعر. يا رسول الله من أحب الناس؟ طق كالطلقة، ما حك راسه وما قال ابن الحلال، ما قال كل الناس أحبهم، ما قال إن شاء الله فيكم، لا عائشة ومن الرجال، قال أبوها، ثم عد أربعة من الرجال. عادي جدا أن تظهر مشاعرك، ليس عيبا، العيب أن تخفي تلك المشاعر. يا كرام، تحولت صدورنا إلى قبور لمشاعرنا، وتحولت تلك الصدور إلى مقابر، وتلك الألسن إلى منابر نذكر فيها السيء. لكن الخير يندر الإنسان يخرج هذه الكلمات الجيدة. الإنسان ليست مسألة عن الحب فقط، حتى على مستوى الأسف والاعتذار، تجد الإنسان عنده ضعف في هذه الثقافة، أنه يخرج ثقافة الاعتذار والأسف. كثير من الرجال إذا أخطأ، هذا إذا اعترف أنه مخطئ طبعا، إذا أخطأ كيف يعتذر لزوجته؟ يعتذر بالطريقة التالية، يجي عندها يقول لها ما اشتي الشاحن، بس ترى هذه آسف، ترى هذه خلي المياه تعود إلى مجاريها. أو يجي يقولها ناموا العيال، أو يجي يقول أجيب شيء. طبعا الزوجة تريد ماذا؟ تريد أن تسمع اعتذارا صريحا عن الإساءة التي تلقتها. الرجال جاء قال ما شفت الشاحن، الحرمة قالت لا ما شفته، زعلانة، ما زالت زعلانة. إيش سوى التمساح؟ قال كذا أنا سويت اللي علي، ويروح يزعل في الملحق هو، والله العظيم. ثم تصير الطالب مطلوب، يعني هي صارت مضطرة أنها تروح تراضي، زعلان يقول أنا تأسفت وأنا دليتيني، وش دليتك؟ سألتني عن الشاحن. شيء غير طبيعي، لا نخرج مثل هذه الأشياء.
لذلك في مثل لا أحترمه في ربما منتشر في نجد، يقول لك الله لا يبين غلاك. الله أكبر، لازم تموت عشان تعرف أني أحبك. الله لا يبين غلاك، جعلك ما تنكسر عشان تعرف قدرك عندي. لازم تصير مصائب عشان نحب بعضنا البعض، لازم نحس بغلانا إذا صارنا مشكلة. كثر عند الأطفال ما يسمى التمارض،